اخيرا الكشف عن مصير كاس الرابطه. ما تنساش تعمل سبسكرايب في التشانل وتعمل لايك للفيديو. العدو الاول للكره المصريه الحاج عامر حسين، عضو رابطه الانديه، عضو الاتحاد المصري لكره القدم، المسؤول عن لجنة المسابقات في الرابطة وفي اتحاد الكرة المصري، يعني بيشتغل 50,000 حاجة. اخيرا اعلن عن مصير كأس الرابطة وقال السبب اللي اخر اعلان مواعيد الدور قبل النهائي والدور النهائي لكأس الرابطة. الموضوع كالعادة طلع كوميدي جدا. الحاج عامر حسين اعلن ان كأس الرابطة اخذ الباسبور بتاعه وطلع فيزا وسافر لانجلترا. كاس الرابطه مش موجود معانا وبالتالي مش هنقدر نعلن عن مواعيده. ايه يا حاج عامر القصه؟ قال لك باختصار ان كاس الرابطه رابطه الانديه قررت انها تصنع كاس الرابطه في انجلترا وفي تاخير في عمليه تصنيع كاس الرابطه، وبالتالي مش هنقدر نعلن عن مواعيد الدور قبل النهائي والدور النهائي من كاس الرابطه الا لما كاس الرابطه يرجع لنا بسلامه الله من انجلترا، وان في خلال اسبوع باذن الله هيكون عندنا تصور بالنسبه للدور قبل النهائي والدور النهائي لكاس الرابطه وهنعلن عن كيفيه انهاء البطوله. يعني انا مش عارف الحقيقه ايه دخل ان كاس الرابطه مسافر لانجلترا بياخد اجازه وبين انك تعلن مواعيد الدور قبل النهائي والدور النهائي، ان هو لازم يكون موجود مع حضرتك على الترابيزه، كيف في غايه الغرابه الحقيقه. والاغرب ان كاس الرابطه اصلا يتصنع في انجلترا. ليه يعني يتصنع في انجلترا؟ ما يتصنع عندنا في مصر هنا. ايه يعني المكونات بتاعه كاس الرابطه الغريبه اللي تستدعي ان احنا نبعت لانجلترا ان هم يصنعوا لنا كاس الرابطه عندهم، اللي هم هيدونا كاس الرابطه بتاع الانديه الانجليزيه. كوميديا اعتدنا عليها من الحاج عامر حسين المسؤول عن لجنه المسابقات في الكره المصريه الى ابد الابدين. طبعا كاس الرابطه وصل للدور قبل النهائي ليها من المجموعه الاولى نادي فيوتشر، ومن المجموعه الثانيه نادي الاسماعيلي، ومن المجموعه الثالثه نادي غزل المحله، ووصل ايضا نادي انبي كافضل ثواني في الثلاث مجموعات. كاس الرابطه هي بطوله تم استحداثها لاول مره هذا الموسم من رابطه الانديه المصريه، اتلعبت الادوار التمهيديه بتاعتها في التوقف الدولي اثناء كاس الامم الافريقيه. كان المعلن ان الدور قبل النهائي والدور النهائي هيتلعبوا في فتره التوقف الدولي الحالي اللي احنا فيها حاليا في شهر 6، لكن يبدو ان الموضوع لسه هياخد شويه وقت. لكن اللي اطمنا منه ان حتى الان لم يتم اتخاذ قرار بالغاء كاس الرابطه لهذا الموسم، وسيتم استكمال البطوله بحمد الله. طبعا لو كاس الرابطه تكرم علينا ووصل من انجلترا بسلامه الله. مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيوافق على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بالقاهرة لمدة 3 أيام بدءا من الغد، يتخللوا مباراتين وديتين أمام نادي الداخلية بإذن الله يوم الأربعاء وأمام نادي البنك الأهلي يوم الخميس. النادي الإسماعيلي بيستعد لعودة الدوري العام الأسبوع رقم 22 بمواجهة المقاولين العرب. طبعا كان المفترض إن النادي الإسماعيلي بيستعد أيضا للدور قبل النهائي لكأس الرابطة، لكن يبدو إن كأس الرابطة زي ما قلت لحضراتكم لسه هتتلعب مثلا في فترة التوقف الدولي من موسم 2023-2024 وعليكم خير. كابتن حسني عبد ربه تحدث إعلاميا بعد مباراة نادي الزمالك عن المشادة اللي حصلت ما بينه وما بين الجهاز الفني لنادي الزمالك، وأكد إن هو بيعتذر عن اللي حصل، وأكد إن الكابتن أسامة نبيه أخوه الكبير وإن هو ما يقصدش أبدا اللي حصل، لكن في النهاية ده شيء وارد الحدوث وإن الأعصاب كانت مشدودة جدا خلال أحداث المباراة بسبب موقف النادي الإسماعيلي السيء في بطولة الدوري هذا الموسم. لكن كابتن حسني عبد ربه ما كانش متسامح مع الكابتن احمد بويدار اللي كان كتب عبر صفحته على موقع فيسبوك وهاجم الكابتن حسني عبد ربه بعد احداث مباراه نادي الزمالك، وقال الكابتن احمد بويدار ان كابتن حسني عبد ربه بيحب ياخد اللقطه. رد الكابتن حسني عبد ربه على الكابتن احمد بويدار وقال له فيما معناه انت مين يا عم الحاج عشان ترد على حسني عبد ربه. المدافع المغربي للنادي الاهلي بدر بانون بيعود اخيرا لتدريبات النادي الاهلي بعد فتره اصابه طويله جدا ايام معسكر منتخب المغرب استعدادا لكاس الامم الافريقيه في يناير الماضي بسبب اصابته بفيروس كورونا. بعد كده جات له مضاعفات اثرت على عضله القلب واخرت مسيرته الرياضيه لفتره، لكن بحمد الله عاد بدر بانون لتدريبات النادي الاهلي من جديد، وكان شارك مع النادي الاهلي ايضا في بعض التدريبات
قبل مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن لم يشارك في المباراة. بعد المباراة طالب بدر بنون أنه ياخد أجازة في فترة التوقف الدولي لمدة يومين، وعاد بحمد الله وشارك أخيرا في تدريبات النادي الأهلي استعدادا لمشوار النادي الأهلي المقبل. ألف سلام عليك يا بدر. شائعات بتشير إلى أن النادي الأهلي تعاقد بداية من الموسم المقبل مع جناح نادي الزمالك السابق ولاعب التعاون الحالي السعودي مصطفى فتحي على مسؤولية الإعلامي عمر ربيع ياسين. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب هيعقد مؤتمر صحفي عالمي هيعلن فيه عن تفاصيل ما حدث من أحداث للنادي الأهلي خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالمغرب. إمتى يا كابتن محمود هتعقد المؤتمر الصحفي ده؟ يوم السبت الجاي بإذن الله، يعني بعد ما يزيد عن 10 أيام من نهائي البطولة. طبعا مؤتمر صحفي أنا شايف إن هو فقد معناه. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد يتقدم ببلاغ للسيد النائب العام ولرئاسة الجمهورية والمجلس الوزراء والمجلس النواب والمجلس الشيوخ ولوزارة الشباب والرياضة ضد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور. طبعا كانت ظهرت خلال الساعات الماضية صورة يقال انها من داخل نادي الزمالك، مكتوب على الصورة بانر كده ولوحة مكتوب عليها مجمع تواليتات حسن مصطفى. مين بقى حسن مصطفى ده اللي يقصده المستشار مرتضى منصور؟ الله اعلم، لكن اتحاد كرة اليد بيرى ان المقصود باسم حسن مصطفى اللي موجود على اللوحة هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الكابتن حسن مصطفى. وبالتالي هنخش في قضية جديدة وجدل ملوش اي 30 لازمة الحقيقة، احنا في غنى عنه حاليا، ومصر اولى بالاهتمام بقضايا حقيقية تفيد بجد الرياضة المصرية. اتمنى ان اللوحة تتشال ونحل الازمة من قبل ما تبدأ. نجم منتخبنا الوطني أسطورة الكرة المصرية ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح غالبا هيغيب عن مباراة منتخبنا الوطني القادمة أمام أثيوبيا بسبب الإصابة. أيضا هيغيب عن مباراة منتخبنا الوطني الودية اللي هيلعبها أمام كوريا الجنوبية يوم 14/6 بإذن الله في كوريا الجنوبية. محمد الشناوي بحمد الله المسحة بتاعته الجديدة طلعت سلبية، وبالتالي هيكون متاح مع منتخبنا الوطني في مباراة أثيوبيا القادمة وأيضا في مباراة كوريا الجنوبية. أيضا الظهير الأيسر أحمد فتوح الأقرب إنه هيكون موجود في بعثة منتخبنا الوطني بإذن الله، وأيضا هيكون موجود الأقرب أيضا لأن مفيش شيء مؤكد حتى الآن مدافع النادي الأهلي محمد عبد المنعم. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله في مباراة أثيوبيا ويقدر يحصد الثلاث نقاط ويوصل منتخبنا للرصيد رقم 6 ونحسم من البداية مبكرا موضوع التأهل لكأس الأمم الأفريقية ونلعب بشكل مرتاح أكثر الفترة القادمة. نادي انبي بيعلن رسميا عن مديره الفني الجديد اللي جه خلفا للكابتن حلمي طولان اللي تم فسخ التعاقد معاه بالتراضي رغم النتائج الجيدة جدا والمستوى الرائع اللي بيقدمه نادي انبي مع الكابتن حلمي طولان منذ ما يزيد عن العامين والثمان اشهر. نادي انبي اعلن عن يوسف فيرا المدير الفني السابق لاندية الزمالك والنادي الاسماعيلي مرتين والنادي سموحة كمدير فني لنادي انبي بفترة مقبلة. يوسف فيرا مدير فني برتغالي برازيلي مغربي عراقي وزي ما انت عايز تقول قول، مدير فني جيد. طبعا يظل ابرز انجازاته هو الحصول على كأس اسيا مع المنتخب العراقي في مفاجأة في وقتها من العيار الثقيل. لو لسه ما عملت سبسكرايب في الشانل يا ريت تشرفني وتعمل يا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد بيوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله، ودائما وابدا انديتنا الجماهيريه اولا وفوق الجميع. شكرا ليكم وسلام عليكم.